مرحبا. وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 474 مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع بتتعلق بمياه الشرب بلبنان، مخصصة لبناء بنى تحتية مائية بهدف تحسين عملية تزويد المناطق حول بيروت وجبل لبنان بالمياه. وأوضح البنك الدولي ببيانه أنه نظراً للتصحر الموسمي اللي أصاب لبنان خلال السنين الماضية وعدم حصول المواطنين على المياه، قرروا يساعدوا لبنان بهالمجال، وهالمشروع بيستفيد منه أكثر من 1.5 مليون لبناني عم بعيشوا تحت خط الفقر. وبالعودة لطقسنا، طقس خريفي مستقر نسبيا عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. الحرارة معتدلة والرطوبة عادية، الهواء خفيف والبحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة 128 درجة. اليوم طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، وهلا بنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل. إذا عم بتسجل على الساحل 19 وبلبقى 10، على المرتفعات 12 و6 بالأرز. أما كيف رح تكون درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية، ونبدأ تحديدا من عكار بينه 18، الرحبة 19، رمات 28 درجة. إذا بترجع بتنخفض اليوم درجات الحرارة مقارنة للأيام اللي مضت. بنت جبال 25، حريص 24، رشية 24، دهر البيضر 25، وقعقعية الجسر 26، والهرمل 30 درجة. أما بالنسبة للرطوبة بتتراوح بين 45 و80%، حرارة سطح الماء 28 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، والرياح جنوبية شرقية. أما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين بنشوفهم سوا. اليوم تتراوح بين 19 و27، وأيضا الأحد بتوصل ل 27 درجة، ونهار التنين بتتراوح بين 19 و28 درجة. وهلأ بنبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذا عمان 27 ودمشق 30 وتونس 25 والقاهرة 30 وأخيرا مدريد 26 درجة. وهيدا كان طقسنا لليوم. أما هلأ بترككم تابعوا آخر أخبارنا.